وحتى الزينة الأنبياء اللي بغينا على الزينة وحتى الزينة الأنبياء اللي بغينا على الزينة وحتى الزينة الأنبياء اللي نحن كأسر وأولياء يعني المصابين بفرط الحركة وتشتت الانتباه يعني سواء كانوا أطفال أو يافعين أو شباب يعني اليوم جينا لمطالبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتوفير الأدوية اللازمة للتخفيف من حدة هذا الاضطراب وأثره على سلوك الفرد. اليوم بصراحة اليوم هو اليوم تاريخي بالنسبة لهذه الفئة الهشة يعني التي كانت تقبع في معاناة صامتة وفي تهميش داخل المجتمع المغربي بكل مكوناته وكانت تنعت بأشد النعوت وأقبح الصفات مثلا ما مربيش ما بغاش يخدم ما بغاش يقرا يعني بأشد أقبح الصفات والألفاظ. وهو في الحقيقة يجب على المجتمع المغربي أن يؤمن بأن المصاب باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لا صلة له يعني بما ورد في حقه من تمثلات سلبية ولا صلة له أيضا يعني بكل النعوت والصفات التي وردت في حقه وهي بالعكس هي مرتبطة أساسا بعدم القدرة في التحكم في سلوكياته داخل حياته العملية. واليوم نطالب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتوفير الأدوية باعتباره حقا بسيطا لصالح هذه الفئة والتخفيف من حدة هذا الاضطراب في كل مراحل حياته سواء في التحصيل الدراسي سواء في البحث عن العمل سواء في تكوين أسرة. وبهذا نطالب أيضا وزارة الصحة بأن تلتفت لهذه الفئة وأن تشد أزرها إلى بر الأمان. فالحضور ديالنا اليوم هو المطالبة بتوفير أدوية لأطفال TDAH وتشتت انتباه مع فرط الحركة مع الاندفاعية. هاد الأطفال هادو عندهم هاد الصعوبات هاد الاضطرابات إلى ما عالجناهاش بأدوية فتتكون لها سميتو تأثيرات جانبية. فإضافة إلى ما هو بيداغوجي أن الأستاذ يتعرف على هاد الصعوبة كذلك هناك الأخصائي النفساني الذي يقوم بعلاجات الأسميت هذا الطفل إلى أن هناك جانب آخر وهو الأدوية. فهذه الأطفال هذو يحتاجوا لأدوية للتهدئة والحد من تلك الإفراط. فلهذا نتمنى من الوزارة أنها تحاول توفر هذه الأدوية هذه اللي هي لا يستطيع الأطفال أن يستغنوا عنها وهي بالتالي كفراميل لهذه الأطفال هذه اللي ما يكونوش مندفعين ويحاولوا أنهم يندمجوا داخل المجتمع لأن هذه الأدوية ضرورية ونتمنى أنها تصبح في متناول الجميع. وشكرا. هذا الاضطراب اللي ما لقيناش الدواء ديالو الطفل ديالي ما تشخص ليه المرض وهو صغير وأدى به الإدمان يعني مشى لواحد الطريق ديال الإدمان وبالتالي مشى للسجن دابا محكوم بخمس سنوات يعني ضاع ليه المستقبل ديالو وهو يا سبحان الله العظيم يعني دار مجهود ويعني طفل مبدع وقرا رغم ان هاد الصعوبات عنده دابا 23 سنه راك وشد الباك نجح خدا الباكالوريا ديالو قرا لا جيستيون يعني هو السنه الثانيه يعني في الوقت الحجر الصحي ما لقيناش منين نجيبوا الدواء والدواء ديال كونسيرتا ما لقيناش والو واخا نصيفطوا لوردونونس للخارج تيرفضوا لينا بتاتا تيقول لك لا خاصنا الا بغيتي الدواء خاصكم تجيو حتى لاسبانيا ودوزي عند الطبيب تمايا ويعطيك لوردونونس وبالتالي عاد تاخذي الدواء يعني كنلقاو واحد الصعوبات كبيره كان ما غاديش يدخل للسجن كان غادي يكمل القرايه ديالو كان حيت في وقت في الوقت ديال الحجر الصحي يعني ما لقيناش منين يجي الدواء من قبل كان ديك الساعه ولكن دابا هذا هو المشكل. دابا راه الابن ديالي راه مسجون محكوم بخمس سنوات يعني ضاع عليه المستقبل ديالو كيفاش بسبب هذه الاندفاعيه. هو هذا المرض خاصو العلاج النفسي والعلاج الدوائي وهذا الشيء كيتطلب مبالغ باهظه وحنا راه ماشي في استطاعتنا حنا باش نوفروا لاولادنا هذا الشيء كامل. والغريب في الامر انا دابا عندي شخصت الابناء ديالي اخرين جوج نفس المرض
مشكل. يعني انا عندي ثلاثه الابناء، كي غندير انا لهاد الابناء باش نوفر لهم الدواء؟ هما بثلاثه، حنا محتاجين الدعم، دعم من الدوله. حنا محتاجين للدوله ان تدعمنا في هاد الدواء وتاخذ بالدين المواطن ديالها، وهذا الشيء اللي كاين. وهنا دابا كنعاني وكنقاسي مع وليداتي.